دونك هذه بارسيل تاع الشيخ توفيق، مزرعة حمص لموسم 2016-2017. كما تشوفوا كساء نباتي محترم جدا، فما تغطية هامل الأرض، نباتات موجودين والدين زاد شوية خضورة. قاعدين زوز نساء يقوموا لهنا بعملية الحصاد اليدوي، حصاد يدوي. الشيخ معناه قرر باش يعمل حصاد يدوي تخوفا من ضياع معناه نسبة هامة من الحبوب في الأرض، دونك وإحنا نشاطروه الرأي، خاطر الحصاد الميكانيكي ديما مرفوق بنسبة هامة من الضياع في التراب. إذا عام السنة رغم اللي عام جفاف، شوفوا كيفاش معناها البارسيل هذي متاع الحمص، معناها تزرعت في شهر جانفي، كملت السيكل نتاعها ووصلت وعطتنا البارح، عطتنا معناها محصول لاباس بيه محترم جدا. ونتوا قاعدين نعملوا الشونتوناج ونمدوكم لاحقا بالمردود اللي تحصلنا عليه بالقطعة هذي. جدير بالذكر أن الحمص هذايا تزرع بطريقة يدوية، خاطر وقت الزراعة نتاعو كان السموار معناها مكسر، تزرع معناها بصفة باليد. ماهوش تحت نظام زراعة الحافظة، ولكن لكن تحت نظام الفلاحة العادية التقليدية. هكا كما تشوفوا كيفاش المحصول اللي تحصلنا عليه عام السنة في موسم جاف وجاف جدا. في توا هذه العينة من القرون تاع الحمص، عينة من القرون كاليبر باهي، كعبة باهية كابتي. هاي ثم نسبة توائم موجودة، التوائم موجودة. كما تشوف حتى الكاليبر ماهوش خايب بالكل بالكل، رغم السنة جافة. هذه اول مره الحمص يزرع في المنطقه منذ عشرات وعشرات السنين.